مساء الفل عليكم وعلى كل شعب مصر وأهل مصر الطيبين، وإن شاء الله هنبقى أحسن، هنبقى أحسن بحبنا لبعض، بمجهودنا، بتفكيرنا، بعملنا، من غير لمبالاة، من غير تضيع وقت، من غير كلام كتير. ويا رب، ويوم جديد وحلقة جديدة. أهلا بيكي، نورتينا، ومساء الخير لكل مشاهدينا، وحلقة جديدة إن شاء الله بستات معرفوش يكدب. يمكن نهلا قالت كلمة مهمة جدا وهي بتتكلم وبتسلم على حضراتكم. يوم جديد هنبقى أحسن، هنبقى عندنا، هنحاول نلغي الحتة بتاعت اللامبالاة اللي موجودة. طبعا انتي ملاحظة ان المصريين، خلينا نبقى صراحة، اليومين اللي فاتوا كل المصريين زعلانين وحزانة بسبب الحادثة. الأطفال دول كل أم فينا النهاردة وهي بتنزل بنتها أو ابنها المدرسة وهي بتبقى قلقانة، الباص يا ترى، طب الباص لو مشي سليم، لو السواق محترم ملتزم، طب مين اللي معاه في الطريق هيبقى مش ملتزم ومش محترم ومش مراعي ربنا ومش مراعي الطريق. الإحساس، الخوف والزعل، و ايه اللي بيحصل للمصريين، هو ده موضوع حلقتنا النهارده. وانا كمان يا مفيده ما حبيتش افتح الموضوع تاني النهارده لانه مفتوح اوريدي. احنا كل يوم في كارثه، كل يوم في حادثه في الحته الفلانيه. بعد الحادثه دي الاهمال مخلص، بعد الحادثه الكارثه اللي فاتت دي، وانا كنت، انا ومنى كنت فعلا منهاره، لان فعلا يعني الواحد اتذبح. فكل يوم بس بقى هنا في 8، هنا في 3، المأساة والإهمال مستمر، واللامبالاة وعدم الضمير. ما هو ده يخليك عارفة المشكلة ايه، ان احنا لازم نسأل هو العيب من فين. هل العيب ان احنا نطلب ان الوزير يمشي، ولا العيب ان احنا نهتم بالأخلاق بتاعتنا، بطريقتنا؟ يا جماعة الموضوع مش موضوع شيل الوزير وحط طبعًا وزير. المشكلة، عشان نبقى احنا صراحة مع بعض، واحنا انتوا عارفين البرنامج بتاعنا احنا بنتكلم من القلب وبيوصل، اعتقد ناس كتير جدا بيحبوا دايما الستات بتتكلم من القلب. احنا عندنا مشكلة، المصريين عندهم مشكلة، احنا عندنا مشكلة اللامبالاة والإحساس بتاعه ايه يعني. بدليل، انا واحدة من الناس لازم اقول ان انا عندي مشكلة في ان كم مرة ركنت غلط. طبعا كم مرة واحدة، كل واحدة فينا وقفت عربيتها قدام باب مكتوب عليه جراج ممنوع الوقوف. كم مرة قطعنا الإشارة؟ بالظبط. كم مرة دخلنا في أي مستشفى ولقينا العمال والعاملين والدكاترة، طب يا عم عدي، مش عارف أروح الاستقبال، مفيش اهتمام، أكن دولت يعني مش بني آدمين. بالظبط. وكم مرة أنت عشان تزوري حد قريبك في المستشفى وده مفروض إن ليه مواعيد معينة استعملتي، معلش عشان خاطري اغمزي، أنا بس هخش. المشكلة مشكلتنا كلنا. عارفة المشكلة في إيه يا مفيدة؟ لازم نتحاسب كلنا. المشكلة في المكتب والدرج. نفسي نعمل مكاتب من غير أدراج. بمعنى والله ايه؟ والله يا نهلة مش هو ده بس المكتب والدرج. لا، هم سببين، أو يعني من الأسباب. كل الناس طبعا عارفين يعني ايه الدرج اللي في المكتب، افتح الدرج وحط الحكاية، ظبط المتظبط. بالظبط. السبب التاني، الدرج معمول عشان أحط فيه الورق، ما بيشتغلوش، فانا احط الورق واقفل وانسى، خلاص اتنسى. طب ده تحت عنوان ايه يعني؟ انا انت دلوقتي الموظف اللي قاعد مستني ايه من مين وما بيعملش شغله، ده نوع من اللامبالاة. احنا عندنا مرض كبير في مجتمعنا للاسف شديد اسمه اللامبالاة، ما بقيناش بنهتم بغيرنا. يعني تيجي لغايه عندي وطالما مش هتمسني بضرر، وطالما انا هعمل اللي انا عايزاه، ما يهمنيش نهله، ما تفرقش معايا نهله. هو بقى في الدم المخالفة. ليه بقى؟ احنا بقى عندنا احساس بان ايه، شطارة ان احنا نخالف، يعني جدعانة قوي، انا هو فاتح صدري، وايه المشكلة لو قطعت الاشارة؟ يا عم انت عبيط، انت واقف ازاي كده في الاشارة، امشي امشي بيها. يعني هما الناس بتتريق على الناس اللي بيحترموا الاشارة، عشان احنا بقى في طبعنا المخالفة، وبقى في طبع الناس ده كمان من البيت، من اساس بتاع البيت. لو انا لقيت ابني او بنتي عمل حاجة غلط، لا اقف بقى، خلي بالك، ما تسمعش كلام دوت في كذا، اتصرف كذا، اعمل كذا مظبوط في المدرسه. في المدرسه مثلا يجوا يعايروا الولد الشاطر، يقولوا ده نيرد، ده يا عوزه بالله، ده بيذاكر، ده كذا، ابعد عنه. فانا ابتدي بالتبعيه برضو، امشي في الحكايه. اذا معنى كلامك ان احنا اصبنا بلا مبالاه من اول البيت،
من اول ما الاب والام قرروا ان هم يطنشوا على حاجات كتير، ممكن تبقى حاجات عبيطه، يعني ممكن بنتي تخش تستحمى فتنسى انها تقفل الحنفيه بتاعه الميه، اخش انا طبيعي اقوم قافله لها حنفيه الميه. الحركه دي عودت البنت ان هي تبقى مهمله، ان هي تبقى لا مبالاه. لا هي فكرت وهي طالعه من الحمام الميه دي ممكن تبقى عندك النهارده ما تبقاش عندك بكره، الميه دي مش موجوده عند ناس تانيين مش لاقيين النقطه. احنا محتاجين نعالج المجتمع بتاعنا، نعالجه ازاي ونعرف المشكله ازاي. احنا ده موضوع حلقتنا النهارده، احنا النهارده مش بنوجه اهتمامات لحد خالص، احنا مش عايزين نقول وفلان وعلان. في اهمال رهيب من السائقين، عندنا اهمال رهيب وناس يعني ما بقوش مقدرين مسؤوليه انك سايق عربيه نقل في طريق. احنا نفسنا نغير ده، الثقافه بالظبط، الثقافه بتاعتنا تتغير ازاي، ده اللي هنقوله هو ده. ان شاء الله احنا محتاجين نعرف منين وازاي ومش ونقطه حاجه كمان قبل ما ناخد تليفون، في السؤال. احنا كبني ادمين كمان بقينا من لا مبالاه، احنا عندنا نوع من التلامه، تلامة، انت ماشي تبلد خلاص بقى، ما بقاش فارق معاك ايه اللي بيحصل. ليه احنا وصلنا للمرحلة دي؟ هدى ازيك يا هدى؟ السلام عليكم. ازيك يا هدى؟ الحمد لله. هدى سؤالنا النهاردة او السؤال اللي احنا داخلين بيه في الحلقة بيقول هو في هل في ناس بتعتبر مخالفة القانون شطارة وجدعانة، وازاي نغير الثقافة دي من وجهة نظرك؟ الو بصي حضرتك، انا دلوقتي انا كلمت، كان في مشكله عندنا برضو بسبب ان في ناس بتستعمل القانون في صالحها وبتسرق من الاموال العامه برضو باسم القانون وبالمسؤوليه اللي هم قاعدين بيها. بمعنى ان احنا طبعا حضرتك لو تعرفي المشكله اللي موجوده في المستشفى الاميري في اسكندريه. مش دي المستشفى اللي رمى فيها موظف اشلاء؟ لا مش هي دي. لا لا لا، امبارح كانوا في البرامج ان في اخدوا اجازه عملوا اضراب فاتنين ماتوا. لا وطبعا مفيش اتنين ماتوا. امال ايه؟ لا مفيش اتنين ماتوا، اللي حصل ان عربيه الاسعاف جاب الحاله لحد باب المستشفى وفتحوا لها المستشفى، والممرض اللي في الاستقبال اشتغل مع الحاله وسيب الحاله، بس الحاله توفت. لكن يعني ما فيش تقمص شخصيه الدكتور. الله اعلم، انا ما اقدرش ارد عليكي في هنا لان اكيد في تحقيق ده رئيس الجمهوريه نفسه تدخل، فانا ما اقدرش ان انا اقول لك حق او لازم نعرف الاجراءات القانونيه ايه ونشوف التحقيق هيؤدي لايه. بشكرك يا هدى. هو ما عملش اللي عليه يا توح، هو تنتحل شخصيه الدكتور فما عملش اللي عليه، ده خرب الدنيا وموت الناس. ما هو كمان الرئيس السيسي قال يعني مقولة مهمة جدا، وكان فعلا لازم تتاخد بعين الاعتبار في ايه، في التنفيذ فورا. اللي مش عاجبه الشغل بالسلامة، اللي ما يقدرش عليه، اللي ما يقدرش على الشغل، او اللي ما يقدرش على المسؤولية. في نقطة مهمة جدا، اللي مش عاجبه ده حاجة، لكن اللي شايف نفسه في مكان هو مش قده لازم تعترف الاول انك مش قد المكان وبعدين تسيبه. بس خلينا ناخد ناهد معانا. خدي ناهد معاكي على التليفون نسمعها عشان بقى فترة. مساء الخير يا نعم، ازيك يا نعم؟ اتفضلي. شكرا يا حبايبي. هو طبعا الموضوع حلو قوي، كلنا يعني هو غياب الضمير هو اساس كل المشكله بالظبط، وكلنا عندنا المشكله دي، كلنا معقبين على فكره، كلنا مذنبين. يعني انت نفسك يا مفيده قلتي انا كام مره ركنت العربيه غلط. عارفه لو في ضمير صاحي شويه يعني صح. عايزين نبطل صندوق التبرعات على باب الجوامع والكنائس، لا انا عايزه اصحي صندوق الضمير، عايزاه على الوزارات، عايزاه في كل الاماكن، حتى في البيوت عايزين يبقى صندوق اسمه صندوق الضمير. لو انا غلطت النهارده عارفه يا ناهد احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعلم نفسنا ان الست مش لازم تمسح بس قدام باب بيتها، لكن ممكن تاخدي الدور. يعني عارفه المثل البسيط اللي انا بديهولك ده؟ طب ما تمسحش يا مفيده، طب الزباله بتاعتها ولا الفضلات تاخدها تحطها في قلب الباسكت في حته معينه، بدل ما تقول لك ايه يلا هو بعيد عن باب بيتي بس قدام البتاع مش مسؤوليتي. عارفه يا نالا احنا لو ابتدينا من الحاجه البسيطه دي، بشكرك طبعا يا ناهد ميرسي، لو ابتدينا من الحاجات البسيطه دي واولادنا اتعلموا وشافوها ان انا لما اجي انظف بيتي بدل ما امسح بس قدام بيتي امسح الدور، ما هو ما هي
حته واحده مش هتخسري حاجه. بصي هقول لك لما انا يبقى انا عندي الزباله بتاعتي لما تطلع الصبح او انا اطلعها في كيس مقفول في ميعادها الصح، ما هو ده لا في مشكله في حاجه دي عشان مفيدة. انا ممكن ما هو دي برضو في ناس بيطلعوا الزباله بتاعتهم او الحاجات فضلت بتاعت في قلب كيس وفيجي النباشين يعني الحكايه فوق بعض تراكميه ده ورا ده ورا ده ورا ده. انا معاكي بس في اللي انا بتكلم فيه ايه، ان حته اني انا لما اجي ابدا بنفسك لما اجي اعمل الحاجه البسيطه دي اختار ازاي اطلعها. يعني في ناس مثلا بيقرروا ان هم يطلعوا الفضلات بتاعتهم او الزباله، انا اسف طبعا انا بقول كام زباله او المخلفات بتاعتهم بره البيت بالليل من بالليل. ليه؟ لان هي شايفه ان بيتها ما يبقاش ريحته وحشه. اه بس طيب بره يبقى فكرتي ان انت وانت بتطلعي هذا العمل تعالوا بقى نشوف هيترتب عليه ايه، ان لما هتيجي قطه في السلم هتنعكش فهتنزل فهتبقى ريحه زياده، هيبقى في بهدله على السلم، هيجي جارك وهو نازل يتخبط في حاجه يتزحلق يتكسر. يعني يا جماعه بدل ما لميناها عملنا مجهود بالزبط. كمان زياده ازيد من ده. احنا عندنا المشكله بتاعتنا الرئيسيه ان المجتمع بتاعنا كلنا ما بيفكرش غير في نفسه. لا أنا. وفي مشكله كمان انا الاول بس انا بعذر شويه، هحط عذر بسيط لكن مش هحط كل العذر. الاب لما بينزل لشغله او الام اللي بتشتغل هم كل ايه اللي عندهم، طب خلاص بقى انا هودي البنت ولا الولد للحضانه عشان اروق شويه لان انا عندي هم متلتل. الاب من كتر الاعباء بتاعه الحياه انا هخلص من الحكايه واروح انا اشتغل وماليش علاقه بالاولاد. بس هو نسي ان في حاجه مهمه قوي، هو بيشتغل عشان الكنز اللي معاه اللي هو ولاده، فلازم يديلهم وقت شويه ويديلهم احاسيس ومشاعر. هو زي ما انت قلتي انا معاكي جدا ان بدايه اللامبالاه اللي احنا بنعاني منها واصبح مرض خطير في مجتمعنا بدايته العيله الاسره الاب والام. بس هي كل اب وام النهارده بيتفرج علينا يقول لي انا اهله، هيقول لك يا مفيده وانا اهله، طب اعمل ايه؟ ما انا لازم انزل اشتغل ولازم اودي بنتي حضانه عشان اروح شغلي. يشتغل بس يبقى في مفاهيم بسيطه انا بحطها للولد، مش هتكلفني فلوس ده هتكلفني وقت شويه وتكلفني ايه. ده هقول لك على حاجه كمان يا مفيده، لما انا هقعد اتكلم مع ابني او بنتي واقول له طب بلاش ده، مش لازم اعنف ولازم ارهب ولازم اخوف، هقول شويه كده انا هكسر هدي له حنيه وحب وهعمل اللي بيقولوه الدكاتره النفسيين ان انا هشبعه بالحنان وفي نفس الوقت هدي له المعلومه كويس. اذا انت محتاجه هنا ان انا ما بلومش الام والأبهات إنكم تنزلوا تشتغلوا وتودوا ولادكم حضانة، لكن في المقابل علشان نحاول نصلح المصيبة الكبيرة اللي في مجتمعنا إحنا محتاجين نقعد مع أولادنا الصغيرين نبتدي نعلمهم وندخل عندهم أولويات المجتمع. أنت مش عايش في حياة لوحدك، أنت مش عايش في الشارع لوحدك، أنت ما بتسوقش العربية لوحدك. طبعا المشكلة الكبرى كمان سواقين النقل والأوتوبيسات، ودول احنا لازم هنعمل معاهم حلقة، يعني لازم نجيب الناس دي. انا بطلب من فريق الاعداد بجد احنا محتاجين نعمل حلقة مع سواقين الأوتوبيس والميكروباصات واللوريات، احنا عايزين نشوف الناس دي وهي ماشية في الطريق بتفكر ازاي. لا ومش دول لما بس تقرر انك تاخد غرزة وانت عربية كبيرة بتفكر ازاي. لا مش غرزة كمان، يعني هاتي السواق اللي اكبر منهم واللي هم مسؤولين عن الحكاية. يعني انا لما جيت كنت بكلمت في الحلقة اللي فاتت اللي بيمشوا بعربيات النقل اللي مليانة خشب، في مشكلة حاصلة ان بيقولوا الضريبة او الكارتة او النولون على العربية دي الوزن معين كذا، فهو يقولك طب انا هدفع 1000 جنيه، انا بدل ما ادفعها في مرة او كده لا انا يبقى ادفعها في مرتين، لا انا ادفعها في مرة واحدة، فهو بيوفر طيب. فلوس بس بيودي كوارث. صح. ناخد مي على التليفون. مي اتفضلي. ازاي حضرتك؟ ازيك يا مي اتفضلي. انا بشجعكم على الكلام اللي انت بتقولوه، وانا كنت بربي ولادي وهم صغيرين على الضمير وكمان الرضا. يعني انت ارضي بالمكتوب بتاعك، يعني انا مصر دي بلدنا بيتنا الكبير، ما ترميش حاجه في الشارع. المدرسين اللي في المدرسه يرضوا بمرتباتهم. انا بقول لحضرتك كده، انا عندي بنت حاله خاصه وانا راضيه ببيتي وبحالي وبوضعي الحمد لله. ربنا بيبارك لنا. والرضا والضمير يا فندم اهم حاجه. الرضا والضمير. بشكرك يا مي، ميرسي جدا حبيبتي. وفي سؤال عندنا بقى اللي هو قولي بقى الفقره، هل اللامبالاه طبيعه شخصيه ام اكتساب وظروف؟ فيعني ربنا يستر ما تبقاش ايه طبيعه متاصله فينا، ممكن يبقى اكتساب لحكم الظروف، ممكن يعني مش عارفين. احنا هنقعد ونفند الحاجات كده ونفتح انت عارفه المشكله بتاعتنا اللي احنا عايزين نتكلم فيها النهارده، ان ايه اللي خلانا عندنا لا مبالاه؟ هو الاحساس ان احنا مش خايفين من تطبيق القانون
ولا ان القانون ما بيتطبقش عشان كده احنا ماشيين مبلطجين، ولا عشان احنا عندنا واسطه فكل واحد فينا يقدر يكلم الواسطه بتاعته لما انا اقف في مخالفه او لما عايز اعمل حاجه. ايه اللي مخلينا للدرجات دي ما عندناش لا مبالاه؟ لو احنا بصينا عن الحادثه اللي حصلت بجد، طبعا الله يرحم كل اللي ماتوا فيها اولادنا، يعني ربنا يصبر امهات، لكن لو انتوا بصيتوا ولا واحد من العربيات اللي خبطت في بعض واتحرقت دي اصحابها عندهم ولا 1% من ذره احتمال يحصل حاجه. يعني عربيه الوقود الكبيره دي هل عندها هل هي تأمين؟ متأمن عليها؟ هل هي ماشيه صح؟ هل السرعه متحدده؟ طيب مفيش اي حاجه. المدرسه اللي بعتت الولاد في عربيه المدرسه، هل الباص ده ليه مواصفات تنفع تمشي الطريق ده كله؟ هل السواق مؤهل ان هو يسوق بالكم ده؟ هل السواق التاني كان صاحي ومصح ليه؟ والعربيه بتاع عربيه النقل اللي هي اللي هرب السواق دوت لما جه قالك دي عربيه بابايا واصل انا مش عارف ايه ودخلت بالايه، مفيش مسؤوليه، مفيش مسؤوليه. وتتفرج بعد كل الحادثه دي الا ان تلاقي برضو نفس سلوكياتنا في الشارع هي هي، نفس السواقين، ان السواقين اتنين عربيات تريلا واقفين قافلين ماشيين في الطريق، واحنا العربيات بينهم ومن بعض بنلعب اتاري. مفيش حد بيركن صح، مفيش حد ماشي بيقول يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده غلط. احنا محتاجين نتعلم طبعاً. طب نتعلم ازاي؟ نبتديها منين؟ الغلط منين؟ غلط من الاسره ولا مجتمعنا باظ وما ينفعش ان احنا نلمه؟ وبعدين كمان في حاجه، اللامبالاه هتدخلنا في متاهه، اللامبالاه هتدخلنا في اللامبالاه في الدين، يلا. في الاجتماع، في المعيشه. شفتي اللي صور نفسه سيلفي كده مع القطر بتاع منوف لما اتفجر؟ انا نفسي افهم هو من كتر الحاجات اللطيفه اللي في حياتك ما عندكش ذكرى لطيفه تحتفظ بيها قد تصويرك وانت قدام القطر؟ انا مش فاهماها. يعني دي انا دي ظاهره ابتدت تبقى مستفزه جدا، يعني خلي بالك أنا الظاهره دي اقولها على فكره الظاهره دي عشان اللي بيذيع الحاجات دي بيشهروا وبيضطروا يعملوا حاجات غلط اكتر عشان يبقوا مشهورين. خلي بالك بس انا يعني هو انت سبتي الراجل اللي صور نفسه وارتاح وما سبتيش الراجل المحترم اللي صور الست اللي كانت في التحرير وهي بتغتصب؟ ما شفتيش؟ يعني ده منهم. احنا بقينا وصلنا لدرجه لا مبالاه واستهتار وعدم تحمل مسؤوليه لدرجه ان احنا بقينا بنصور المصايب وبنعرضها. لحظه انفجار كذا، لحظه. طب مين قال لك ان احنا عايزين ده؟ احنا عايزين لحظه الانفجار ده نبقى كلنا واقفين بنساند بعض. بس ده برضو ممكن يبقى مفيده من كتر الاخبار السيئه اللي احنا سمعناها، الناس بقت عندها تبلل. خلينا نعرف ايه الاسباب بالظبط. والراجل اللي يعني انا يعني مش قادره اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في الممرض او التمرجي اللي خد بقيه الاشلاء بتاعه الشهداء ورماهم اكنه يعني بيرمي معرفش، يعني مش قادره اقولها. بس هو لو يفكر ولو لحظه واحده ان اللي اترمى ده بقايا لحمة او بقايا عظم بتاعت حد من ولادك، هتحس قد انت محروق. عارفة وده مش هيجي لوحده يا مفيدة، من ده هيجي ان اللي اكبر منه، اللي اكبر منه اكبر منه مفيش رقابة عليه. اللي خلى الراجل يعمل كده هو ما عندهوش الاحساس انه بيعمل مصيبة عشان في اللي اكبر منه ما راقبش. مش موضوع مش مراقبة، موضوع انت هو مش حاسس انه بيعمل مصيبة، هو مش حاسس ان الموضوع يفرق معاه، هو مش حاسس ان دول بني ادمين كانوا في يوم من الايام تبلد. احنا عندنا تبلد جاي منين؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده. احنا بنعتذر معانا ضيوفنا، هتقول لنا ضيوفنا مين النهارده؟ بس بنعتذر طبعا على الكومنتات لان هناخدها ان شاء الله في وسط الحلقه. معانا النهارده الدكتور عمر يسري. عمرو يسري الواو مكتوبه في الواو، انت شلتي الواو. عمر يسري استشاري الطب، عمرو يسري استشاري الطب النفسي، والكاتبه والباحثه مروه مزيد وزميل معهد دراسات الشرق الاوسط جامعه واشنطن. طيب بعد كده طبعا عندنا فقره برضو يعني بصيص من الامل في مجموعه من حسن ناجح، ده مساعد باحث بالجامعه المصريه اليابانيه، والدكتور احمد عبد المنعم استاذ هندسه المواد بالجامعه المصريه اليابانيه. هؤلاء الاساتذه الباحثين عملوا مجموعه من الاختراعات طبعاً. علشان خاطر نحاول ان احنا نولد طاقه غير تقليديه بطريقه غير تقليديه. يا ترى وصل لفين الابحاث بتاعتهم؟ هل حد اهتم بيهم؟ هل حد جه كلمه وقال لهم والله وروني انتوا قررتوا انكم تعملوا طاقه اختراع بالعوادم؟ بس ما اكثر العوادم اللي موجوده. بس هم بقى العوادم باللي هو القشر ومن والميه البحر، فدي جديده يعني الحكايه. فهنشوف هيبقوا موجودين معانا ان شاء الله في الفقره الثانيه. وبعد كده فقره المطبخ هيبقى موجود معانا ريهام. ايوه ريهام شاكر، وريهام شاكر هتعمل لنا سمك فيليه بجوز الهند ونودلز،
والباي بالشوكولاتة البيضة والموز. احنا النهاردة بنتكلم في موضوع مهم جدا. احنا النهاردة بنتكلم على عيب موجود فينا كلنا طبعا. احنا بقى عندنا لا مبالاة. ليه؟ جات منين؟ ازاي نصلحها؟ خليكم موجودين معانا ونكمل حوارنا ان شاء الله ونلتقي بضيوف. ورجعنا مع حضراتكم والنهاردة بنتكلم عن موضوع مهم قوي، اللامبالاة. هي اكتساب، هي من البيت، هي من الشارع، هي من الخبرة، من الحاجات اللي بنسمعها كتير وبنمر بيها. فالنهاردة هنناقشها بالإحباطات. بالإحباطات طبعا، والحاجات الكتيرة اللي بنسمعها والقرف اللي احنا يعني مش عايز اقول قرف، خلينا نتفائل، تفائلوا بالخير تجدوه. معنا النهاردة الدكتور عمرو يسري عشان كان في واو. فأهلا بحضرتك عمرو يسري، استشاري الطب النفسي والكاتبة والباحثة مروة مزيد، وزميل معهد دراسات الشرق الأوسط جامعة واشنطن. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. اسمح لي دكتور، ladies first. مروة، أنا عايز أعرف تحليلك لحالة اللامبالاة اللي موجودة في المجتمع المصري من الوزير للغفير. كلنا متهمين بأن احنا بقى عندنا اللامبالاة، ليه؟ هو بداية أنا بقالي فترة برا مصر، فدايما لما حد يجي من برا بتبقى عينه بتهيأ لي أقوى أو صادقة شوية. أنا حفاجئك أن أنا حاسة بحاجة مختلفة عن موضوع الحلقة. إيه؟ أنا حاسة بالعكس، أنا حاسة أن في مبالاة بحلمك الشخصي، بمعنى أن أنا جاية ملاحظة أن معظم الناس حواليا بيشتغلوا لشغلهم، لمستقبلهم. لا مش لنفسهم، لنفسهم، لمستقبلهم. يعني إحساس بالمسؤولية تجاه مستقبل. فدي يعني أنا عايز أبدأ بيها عشان بعد كده أكلمك في اللامبالاة. لكن أنا عايز أبدأ بيها أن أنا ملاحظة الناس كلها مثلا تقولك أنا مشغول، غيري مش مشغول، غيري مش منتج، غيري مش يعني مركز. أنا مشغول بس أكلم واحد تاني، أنا مشغول بس غيري لا مش مركز مش منتج. مش أنا لاحظت أن ده جنب ده جنب ده. إيه المفاجأة؟ أن أنا ملاحظة أن الناس في الواقع مركزة في طريقة. فدي بادرة أنا شايفها كويسة، إنه بدل ما مثلا والآخرين يعني اللي مركز في طريقه فقط والآخرين بالنسبة له. أنا بتهيألي لو واحد مركز في طريقه، واحد مركز في طريقه، واحد مركز في طريقه، يبقى الجمع المجموع هيبقى كل واحد مركز في طريقه. هي أنا بقول إن ده يميزنا. المشكلة فين طالما كل واحد مركز في طريقه؟ المشكلة فين؟ أنا شايفة إن أنا ما هو أنا عايز أقولك إن أنا رصدي للموضوع إن المشكلة بتقل مش بتزيد زي ما أنتم متخيلين. يعني موضوع مثلا التحرش، وده اللي هيجبنا للمبالاة واللامبالاة وموضوع المرور وكده. لما في قانون معين ابتدى يطبق، انت قضيتي على 95% من اللي هو بيمارس موضوع انه يقول كلمة وما يقولش كلمة لمجرد انه متعود. في ناس هتفضل كده يعني تقل في راحة الناس اللي ماشية في الشارع، ودول لما يبقى عليهم قانون يطبق وياخدوا جزاء 2 سنين و6 شهور وحاجات كده ابتدت معظم الناس تلتزم. ما احنا بنتكلم على دول اللي هم مش هنقول الاستثناءات لان في كتير جدا لا مبالاة ومهملين وودونا في كوارث. انا قصدي انه لما في قانون يبقى فيه صارم وفيه جدية من المجتمع والفرد جنب الفرد جنب الفرد، هتلاقي ان الموضوع اتغير. نرجع بقى للمرور وفكرة اللامبالاة بالآخر. ده انا بتهيالي ان تعريف اللامبالاة عموما هي حالة تلحق حالتين. الاول انت ممكن تحبي بعد كده تكرهي وبعد كده يبقى عندك لامبالاة. فلو انت بتقولي ان في لامبالاة في المجتمع المصري، يبقى لازم نبدأ منه يمكن كان حابب يعمل حاجة وبعدين بقى كاره كل حاجة، ويمكن دلوقتي ما عنده لامبالاة. انا في تحليلي انا شايف ان هو كان حابب وبعدين بقى كاره وبعدين قرر يبقى مركز في فاصبحت النتيجة لامبالاة، واصبحت النتيجة لامبالاة. وممكن ده غيره، ممكن نتكلم بعدين ازاي نغير. لكن انا رأيي ان هي لا علاقة بان انت حابب قوي بعدين كاره لانك محبط زي ما قلت في الاول يا مفيدة، خلاص طلعت احباطك ان مش انا فارقه معايا. اوكي طب نسمع راي الدكتور بقى. ايه سبب هل انت الاول قبل ما اسال السؤال، هل حضرتك شايف ان احنا بقى اللامبالاة جامده قوي في مجتمعنا من اول المسؤول لغايه الغفير؟ لا، احنا بنشوف اللامبالاة كتيره، لان من لا يبالي بالنسبه لنا يبالي بالنسبه لاهتماماته هو واولوياته. يعني السواق اللي عمال يموت ناس في الشارع هو بيبالي لإيه؟ لأنه يوصل بسرعة عشان يلحق إيه؟
يكسب ويجيب فلوس تانية. فالناس بتبالي، بكلم عن الناس الطبيعيين. بس لو بتسألي على الأسباب، لأن ده اللي معظم الشعب بيسأل، هو الواحد بيبقى لا مبالي ليه؟ هاي تيجي على العيال الصغيرين يقول لك أصل ابني لا مبالي، ما بيركزش في المذاكرة وعمال يلعب طول النهار. يعني بيبالي باللعب، اه بيبالي، بس هو لا مبالي بالمذاكرة. بس دي أنانية. طب ما انتباهه كده. انا بتكلم ادي دلوقتي على الاطفال، لا على اي ككل الطفل الكبير دي انانيه. انا بفكر بقى في على حاجه اسمها انانيه وحاجات تانية جنبها. احسنتي، انا بتكلم على قصه اللامبالاه. احنا بنفتكر ان في ناس مكبرين دماغهم. تيجي على واحد شارب انواع من المنشطات والمخدرات مع بعض كومباينيشن وشاي على قهوه وحاجات كده عشان يفضل سايق 20 ساعه وعايز يوصل بسرعه. انا بس عايز اخش على قصه الاسباب. اللامبالاه يا اخوانا اللي بنتكلم عليها، المتعارف عليها، وراثية. وراثية، خليني اكتب بقى عشان نسألك على كل حاجة. دي حاجة جيناتك. في ناس بتتولد زي اهاليهم متنحين شوي بالبلد. وممكن بلس يعني احنا وراثية واحدة واحدة. لان هي ترين كده عايزين نكمله ورا بعض. وراثية عشان الناس تستفيد من الكلام ده. الحاجة التانية، انا بكتسب اللامبالاة من تعاملي مع ناس لا يبالوا من وانا صغير. يقول لك مثلا سافرنا في دول مثلا معينه، الشعب كله يحب يقعد يرحرح كده، فتلاقي الولاد الصغيرين الطبيعي بتاعهم الرحرح، لو طلع واد نشيط فيهم شويه يفتكروه عيان، يقول لك عنده ADHD ولا بتاع. وبعدين امراض، نخش بقى في الاكتئاب، بيعمل لا مبالاه. وزي ما الاستاذه مروه كانت بتقول، انت حضرتك بتقولي عليه ده الترم بتاعه اللي هو ليرند هيلبلسنس، الاحباط بيعمل لا مبالاه، زي الفار لما نزنقه في صندوق يخبط هنا وهنا 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 وبعدين يكتسب الياس المكتسب. كنت بنتكلم على مرض الى ما نوصل للاضطرابات الذهنيه اللي هي بالبلدي اسمها شيزوفرينيا، السكيزوفرينيا، بتعمل لا مبالاه. تعالوا بقى على الناس التنح، وده اللي احنا النهارده عايزين نتكلم عليه. التناحه دي جايه منين؟ التناحه جايه منين؟ يا اما حد حاول وما عرفش زي ما اتقال، يا اما حد ذكاؤه محدود، عشان بس الناس اللي بتتنح ما تفرحش بنفسها. يا اما حد عنده ذكاء زياده شويه بيلعب على اللي حواليه بانه مطنش. بس عايز برضو اقول لفته ظريفه لان دي داخله في حته ان الواحد يتغافل عن شيء. يقول لك 9 أعشار حسن الخلق في التغافل. بس امتى اعمل اني مش واخد بالي؟ اولا لو انا وقفت على المحور عشان اوقف العربيات النقل اللي بيرجعوا على بيجروا جامد قوي، ولا التوك توك ولا بتاع، الدنيا هتقف، ولا هجيلكوا ولا هروح شغلي. لا سيبك بقى، الدنيا تقف. انا بتكلم ولا شغلتي، العيال ياكلوا ولا شغلتي. فانت احنا عايشين بايه؟ ايوه ولا شغلتي. انا جاي لك اهو بقى في الكلام. جايبين، انتوا عارفيني مصري من تحت الروتين يعني. فبتتكلمي على ايه؟ على اني لو انتبهت لكل عيب بالنسبه لمستواي انا الرقي جدا في التقييم والتقدير، مش هتشتغل، مش هتحرك اصلا، هفضل قاعد في مكاني. فانا بتغافل قصاد ايه؟ قصاد للناس الذين لا يبالوا. ركز قوي انت في انك تحسن التصرف والعمل والخلق، ويا سيدي ما تعملش حاجه لحد. لانك بحسن التصرف والخلق انا ما باذيش حضرتك، بس ممكن اتاذي. استاذي ازاي اذا كان انا اخلاقي كويسه؟ هقولك زي ازاي. ما قلنا ابدا بنفسك. انا ابقى ماشيه في الشارع ملتزمه بكل قوانين المرور وكل حاجه، ومره واحده زي الحادثه اللي حصلت الاخيره، الراجل ظابط الشرطه. حضرتك بتعملي كده؟ بتتعدي على الناس في الشارع؟ اللي ماشي هو اسرته. بتتعدي على الناس في الشارع؟ لا. كويس. اللي احنا بنقوله بقى على الشاشه ايه للناس كلهم؟ اللي يسمعنا يحاول يعمل كده بنفسه. وبعدين يبتدي يمرر افقي وراسي. يعني ايه؟ بمعنى احب انا امرر لعيالي واولاد صحابي القيم دي عن طريق انهم يقلدوني، يشوفوني بعمل كده. ده الراس. اديني امثله. اصل ممكن تبقى الام او الاب ما عندهمش جزء من اللامبالاه، بس الولاد عندهم. ما بركنش صف تاني قدام عيالي. ما برميش كيس القمامه في الشارع لو ما عنديش حد بيجمعها، بحطها في التراش بين الكبيره الى اخره. اخلاق. ما بفتحش الحنفيه وانا بحلق دقني ساعتين، اقعد اقول لاولادي لا تسرف في الماء، دي امانه ربنا حاططها على الارض لينا كلنا، وبتتقطع الميه علينا يوم بندوخ بنلف حوالين نفسنا. بيرد بيقول يو. طب ده جاي منين؟ ما بيقولش يو يا فندم. ما بيقولش يو. والله بتتقال مره واثنين وثلاثه واربعه. مش عايز اخوض في الحته دي، بس هقولها لك. لو ولادك معوداهم ان انت دايما شايفه الكويس اللي فيهم، بتعملي حاجه اسمها كابيتاليزيشن. يعني انا ما بقولش لابني
الحاجة دي صح لازم تعملها لأنك بتعملها غلط، لا بجيبها له من الأول بقول له أنت كويس في كذا وكذا وكذا وكذا. عارف لو ظبطت الحتة دي يا واد أنت هتبقى تمام، ده تبقى أكسلنت، 100 تبقى ولد هايل. بعمل كابيتاليزيشن كويس. اللامبالاة معدية، وكذلك العكس. الانتباه والاهتمام بالشيء بيخلي اللي حواليا بيغيره بينشطه بيقلده. فلما بتكلم بقى رأسي قلنا العيال، وبعدين أفقي زمايلي جيراني صحابي زبايني رؤسائي مرؤوسية شايفيني عايش حياة جيدة. بيسألوني عامل ايه، بقول لهم الحمد لله صحتك عاملة ايه، صحتي كويس. يقول لك جدع ده يعني بيعمل كده، مش عليا يعني بحاول اعمل كده. انما ايه اللي بيقولوا كده، بيقولوا لهم ابتدوا يتتبعوه. تخيلي بقى حضرتك واحد بينتبه لانه يشتغل بأمانة وكويس في الزمن ده، وبيلعب رياضة وملتزم على مستوى الأخلاق والدين أيا كان دينه إلى آخره، الناس مش هتبقى غيرانة منه وعايز تقلده. ده التوسع الأفقي في المبالاة، وده اللي دايما بنحاول نقول للناس يعني عليه، لأن احنا شعب غاوي انتقاد وحكم، وده اللي احنا عاملين حلقه عشانه. ودوت برضو اللي احنا مواضيع كتير كده عايزين نسد علينا. ليه المصريين بره بيلتزموا بالقوانين وبيتبعوه؟ هنجاوب على السؤال ده بس بعد الفاصل. فاصل ونرجع. ورجعنا مع حضراتكم تاني ومع اللامبالاة. هل هي هروب؟ هل هي ضعف؟ هل هي اكتساب؟ وكنا بنسأل قبل ما ناخد الفاصل الأستاذة مروة، ليه المصريين بره بيتبعوا القوانين؟ ليه هنا احنا ما بنمشيش حسب القوانين المفروض نعملها؟ هو انا بتهيالي انه يعني نوع من بتبقى وحشك بتدوقي حاجة يعني، فلما هنا بيحس ان مصر ممكن احنا بنقول عن نفسنا طول الوقت اننا ما عندناش التزام وكل واحد بمزاجه، فترمي يعني هنا ممتع تعمل يعني هنا. كسر القوانين ممتع، بيدي احساس بال لا الالتزام بالقوانين بره بيصبح ممتع. ممتع لانك لكن هنا العكس. المتعه انك تحسي انك تنتمي لحاجه شغاله فانكشنينج يعني ترس كده الدنيا اوردرلي، يعني من الحاجات الانسانيه الاحساس بالتنظيم. ولا جايز عشان خاطر بره بينفذوا القوانين بحذافيرها وبيبقى فيه جزاءات، فيبقى الحكايه يعني بنمتثل ان احنا ننفذ كل شيء ونتبعه. هو بص هو كل ظاهره لها عده اسباب، فلو انت بتقولي في مثلا غرامه او كذا ده سبب اقتصادي، لكن في انا بتكلم ان في متعه للالتزام للمصري نفسه لما بيبقى بره وملتزم، لان السياق كله فيه التزام. لما بيجي هنا انا اللي ضايقني انه يحس ان هو بره بيستمتع بهذا الى حد ما، وبعد كده يجي هنا مصر هي اللي يعني يرمي السبب فيها ويقلب فيها. هو هنا في مصر ما بيستمتعش او ما بيحاولش ينمي الحته اللي هو شافها بره، او الناس البسطه يعني ان يعني ما عندهمش ليه حب الاستمتاع بانهم ينفذوا قانون، لان القانون نفسه مش مطبق بحذافيره فعلا. لو ابتديتي تطبقيه هتلاقي الناس وحببتي الناس في متعه الالتزام دي هتلاقي انهم ملتزمين. انا هقول لك حاجه في السواقه. في زمان انا يعني التسعينات دي كانت انا رفضت اسوق، اوكي. ليه؟ لانه فكره ان انت تدي اشاره عشان تغيري الحارات في العربيات القديمه نفسها ما كانش فيها الاشاره الصفراء دي انك تعرفي تغيري حاره، يعني انت هتغيري يعني اللي قدام اللي وراكي فاهم فيسيب لك الطريق شويه. دلوقتي الناس فهمت يعني ايه تستأذن وما بقاش فيه الكلاكسات الكتير دي، يعني خلاص واحد بيغير انت المفروض تستنى سنه. هنا في مصر طبعا انا جايلك العربيات، لان العربيات نفسها زاد فيها فكره ان العربيات معظمها دلوقتي عندها خاصيه العلامة الصفرة دي اللي تغيري بيها، فانت بتشوفيها كان زمان في علامة خاصية الدراع. الدراع يبقى معنى كده هو نفسه برضو. انا قصدي انه بدل ما تبقي ماسكة بس على انه الظاهرة عاملة ازاي في مشاكلها، انت تحمسي شوية ان حلولها لها مردود كويس. انا بقى عندي حاجة عكس المروة بتقول. احنا طبيعتنا كمجتمع مصري وكشعب مصري بنحس بمنتهى النشوة والانبساط لما تكسر القانون، لما بنكسر إشارة، ولما بنخش غلط. بصي انا هقول لك القوانين اتعملت ليه، انا لا عشان تتكسر. شفت احنا بنقول ايه؟ احنا دايما بنقول. وساعات لما اجي اتفقس مثلا من الامين الشرطه اقول له باشا باشا حبيبي حبيبي دفعه عشان خاطر الدفعه عشان خاطر اسفل الدفعه
وعد. ما هو لو عملها في مره واداكي مخالفه مش هتكرريها تاني. موضوع انا بعمل لي كده بيعمل لي حاجات مش كويسه. لا انا بعمل لا انا بس موضوع الاشارات واللا مبالاه الاحساس بتاعنا ده كلمه الاحساس دي اكابيتالايز عليها كلمه واحده جمله واحده. يعني انا يعني ايه ابقى بس معتمد على اقول لك واحد مصري يعني لما الواحد برضو يطلع ايده ويستأذن بيها فيها احساس وتفاعل عاطفي مع اللي ورايا واللي جنبي حتى هو يقدر اكتر من لو مديله اشاره. هو بياخدش باله قوي من الاشارات ليه؟ علشان العاده. كنت عايز اقول حاجه بس عشان انا عارف 3 ثواني وهنقفل و... لا 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 لا, لا, لا احنا عايزين بس مش 3 ثواني, احنا عايزين ندخل في الموضوع ككل. اللامبالاه عاده قابله للتغيير, ده اللي عايز اطمن بيه الناس كلها. يعني ممكن نتغير. اتس هابت. عاده. يعني انا معتاد على اني بسمع كلاكسات وما ببصش في المرايه مين اللي بيزمر من كتر الكلاكسات. دي عاده مش كده؟ انا متعود ان انا اصحى يوم الجمعه افضل قاعد لحد الصلاه وانزل اصلي واطلع افضل قاعد لحد اما انام. عاده. واحد تاني يصحى الساعه 6 زي ما بيقوم كل يوم صح. ينزل ياخد عياله ويروح يعمل كذا او يروح يشوف صحابه وينتج حاجه ويقرا حاجه ويلعب رياضه ويحمد ربنا ويبر اهله الى اخره. عاده. اتس عاده. هي عاده اللامبالاه قصه اللامبالاه وبكره اللامبالاه عكسها برضو في لغه اخرى عربيه يعني الانتباه وترتيب الاولويات والنظام للديسيبلين. بس مفيش حد في مصر عايز يتبدل. لما تعمميش بقى 95 مليون اكيد هتطلعي لك ب 2 مليون. لو ما عممتيش ما كناش ناقشنا الموضوع. صحيح. احنا الظاهره دي صح. كتير من المصريين يقولوا ايه انا عارف الصح بس انا مش عايز اعمل اوجع دماغي. معتاد على انه مش عايز يدخل صراع. ليه بقى؟ ايه بقى ليه؟ ما دقش طعمه بعد اما ينجح. الناس بتكسل, احنا بنكسل كساليه يعني. في شعوب, مش عايز اقول بس عشان جيراننا واشقائنا, في شعوب كساليه قوي. شعوب كساليه نص نص وشعوب مش كسلية. احنا نص نص غاويين يعني راحة, وعندنا في الترمينولوجي الجديدة دمنا حامي ويقول في جو في حاجات معينة, انما على الحركة يقولك انا عايز انتخ. ايوه ده كلام الفاظ بقى انتخ. محلات دلوقتي اسمها انتخ. اشتري دماغك. تعال حبايبي واشتري منهم يعني. انما ده اسمه اشتري دماغك وجايه من الفخذ, كلمه الفخذ. يقول لك افخد يعني فخد. افضل قاعد على فخذ يا ابني, يوم اتحرك تعملي ايه؟ انا مفخده. فبتلاقي ايه بقى؟ كل امهات ربنا يديهم الصحه الاحياء منهم ويرحم الاموات وخالاتنا وعماتنا وكده, خشي على سن 45 50 يا ركبي مفاصلي ظهري ليه؟ من كتر الانتخ. لان بقى انتخ. وهواياتنا واهتماماتنا مسلسل تركي في ان احنا ناكل ونتفرج على التركي. دي عاده ثقافيه بنحاول نغيرها انا وصحابي. نعمل ايه؟ بنعمل ديسيبلين. وقتك كام ساعه؟ يعني مثلا اقول لحضرتك حاجه غريبه دايما نسال الناس, هو الاسبوع فيه كام ساعه بتبقى صحيهم؟ يقول لي ايه ده صعب قوي, اطلع الكالكوليتر. اقول له لا 112 على طول. ليه؟ الواحد لازم يرتب عدد ساعات اسبوعه بيعمل فيهم ايه. هو الوقت بتاعنا ده مش امانه ولا انا اللامبالاه يقول لك انا هقف على النص يضيع وقت؟ ما ده حرام وخطر. ما هو ده بقى طريقه الدماغ اللي يقول لك ايه, طالما انا مش عايز اضيع وقت فانا اخطف الاشاره دي. ما احنا مش هينفع اخطف الطريق. بالعكس اقول هنا قبل ما انزل اجيب عادي اقول لهم ايه, اقول له الاشاره اللي انت بتخطفها دي ما تمشي يا اخي مهذب وبحترمك بدل ما حد يقول لك كلمه بطله وينزل يضربك واسمع مزيكا مثلا. لا وهم اللي مش فاهمينه ان احنا هنوصل في الوقت اللي المفروض هنوصل فيه في الميعاد في كل الكلام ده. قضايا ظريف. انما انا قصدي حتى وقت العربيه, واحد يقول لي مثلا انا بقعد في الاسبوع 15 ساعه في العربيه ولا 20 ساعه. كلنا بنعاني من المشكله دي يعني. احنا اللي عاملين الزحمه على فكره. اقول لحضرتك بقى غير زحمه, خليها زحمه. انا بستمتع جدا لاني ومش هغشش حد بقى. انا بعمل اربع حاجات في العربيه. ايه حاجات ليها علاقه بالتواصلات الاجتماعيه, فيها بر وفيها شغل بسماعات بمهذب وظريف وما عنديش سواق ولا حاجه, وبعمل بسمع مزيكا وبسمع قران وبسمعه اللي حافظه منه وبحاول اجود من نفسي وبتنفس بالراحه وبعمل حاجه اسمها بريذنج اكسرسايزز وبعمل تمارين لرقبتي. طب انت عشان مش عايز اقول لا ثانيه واحده بقى مفيد. ما كل حد يقول لي دكتور انا اخويا اتعلم الماني في العربيه. في الطب النفسي حد قال انه تعمل ايه في العربيه؟ سواء النقل ده, سواء النقل الحاجات دي عارفه انا جبتها منين؟ عارفه الايديز دي؟ عنده عربيه وسايقها وبقاله 16 ساعه سايق, يعمل ايه؟ يعمل يسمع حاجه, يغني,
حضرتك المهم ان هو ما يشربش مخدرات مختلفه. أيوة. يا فندم انا بعمم، انا بحاول اعمم، انا بس انا مش بديلهم عذر ان هم بياخدوا مخدرات، انا بحاول اعمم، بس هم المساله زي ما في اللامبالاه عدوى، المخدرات عدوى، يقول لك خد عشان اصحى طول الليل. صح يا فندم، انما لو في حد بيضرب من بيد من حديد، بس خدي بالك مش كل الناس بتتكسف. يعني انا وقفت في لجنه مره عشان كنت بعمل حاجه غلط، مش عارف مش رابط الحزام ولا بكلم في التليفون، كسفت جدا يعني، والراجل احرجني وظابط مهذب جدا، ومن ساعتها احترمت نفسي بستعمل سماعه. بس حضرتك بتتكلم في المثاليه، حضرتك بتعمل ده يا فندم. مثاليه ايه؟ شكلي واحد مثالي انا طبيعي جدا. مش شر... لا 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 حضرتك لا لا مثالي كل حاجه، بس اي بني ادم مسؤول عن وقته، روحه، جسده وبدنه، الناس اللي حواليه، دينه، اهله، يعني اللي بيجري بسرعه ده مش خايف لحسن هو يموت؟ طب احنا عاملين الحلقه دي النهارده عشان نفهم الناس ده. ده اللي بنقول. طب مروه قالت كلمه مهمه جدا، قالت لو جه في يوم من الايام انا بقيت مركزه في شغلي، واللي جنبي مركز في شغله، واللي بعده مركز في شغله، ممكن نخلق مجتمع منضبط. بالظبط، مجتمع ما فيهوش لا مبالاه. اسمع منك واسمع منك، يعني انا بتهيألي كمان الموضوع من ناحيه ومن ناحيه. انت ممكن تحمسي الناس. لما دكتور بيقول هو بيعمل ايه في العربيه، انا اخويا ايام امتياز الطب دي كان قال لي انا قاعد في العربيه كتير، درس الماني يعني على مدى السنه بيسمع شرايط الالماني، خلص اللغه على سيره الاسباني كنا بنتكلم، خلص اللغه في في في, في ال... فانا قصدي الواحد ممكن يعمل حاجات كتير. ناس بتقرا كتب لو عندها سواق او الأوديو او الاوديو، يعني انا قصدي دي حاجه تانية، بس انت كده بتحمسي الناس من الناحيه دي. انت تعمل ايه؟ انا بتكلم على الناس، انا بتكلم على القانون، انا بتكلم على الناس اللي في المدرسه، على القوانين، في الشارع، في كل حاجه. دولت يعني مش كل الناس راكبه عربيات، مش كل الناس راكبه عندها الامكانيات الماديه يا فندم. في حاجه اسمها وقت انا مسؤول عنه، كل بني ادم مننا يقدر ينتبه يوجه تركيزه، كل واحد ربنا مديله تركيز على قد ذكائه بقى، ناس ذكائهم متواضع زي حالاتي، وناس اذكياء جدا جدا زي حضراتكم، بيعملوا ايه؟ يقول لك الوقت جينيس. بتاعي انا عديت المرحله عندنا تليفونات، انا بقضي وقت فين؟ في البيت، في الشغل، في الشارع. في الشارع فين؟ على توك توك ولا في ميكروباص ولا في عربيه ملاكي ولا ولا في اتوبيس؟ ذاكر الماني. خلينا ناخد تليفونات. ناخد شيماء. شيماء ايوه الو، اهلا بيك يا شيماء، اتفضلي. اهلا بحضرتك، معلش انا كنت عايزه اتكلم بس في موضوع يعني هو شويه قريب من اللي انتوا بتقولوه، بس يعني انا بتكلم في حاجه تانية. انا كنت بس عايزه احكي ان انا كنت في اسكندريه، كنت بصيف وبنتي تعبت مني، ورحت بيها على المستشفيات هناك، المستشفيات الخصوصي، ما حدش ياخدها خالص لان هي بيبي، فقالوا لي ان هي اللي هيفيدك واللي هيسعفك المستشفى الاميري بتاعت اسكندريه. انا كنت اول مره ادخلها واول مره اعرف يعني ايه مستشفى اميري في اسكندريه. انا كنت بروح طيف وامشي. انا رحت لقيت مأساة. مأساة. انا عيطت على بلدي، عيطت على اهلي، عيطت على المصريين. المصريين بتموت على الارض، الناس بتنزف على الارض، بيربطوا لهم، واحد كان رايح رجليه مبتوره، ربطوا له رجليه بكيس نايلو ورمينه على الارض في الطرق في وسط المستشفى. ده من امتى ده يا شيماء الكلام ده؟ ده لسه لسه في العيد الصغير. في المقاومه بالظبط. انت متخيله؟ متخيله لا مبالاه. الراجل مرمي رجليه مقطوعه وبينزف، الممرض جه ربط له رجليه بكيس نايلو. انتوا مستغربين ان واحد مات؟ المستشفيات الحكومية لازم يبقى فيه صحوة كده واهتمام، والطب في مصر كله لازم يبقى فيه تنمية فيه كده، يعني اهتمام بالبشر يعني. مرسي. ناخد عماد. عماد اهلا وسهلا يا عماد. عماد يا فندم. مساء النور. انا عايز استشير الدكتور بعد انتهاء خدمتك وكلكم طبعا. عندي ابني يا فندم 5 سنين بيحط صباع الابهام في بقه. بيحط ايه؟ صباع الابهام في بقه. صباع الابهام في بقه. حتى وهو نايم. اوكي. طب انا هرد عليك يا عماد حالا بس بعد الفاصل، معلش. نطلع الفاصل ونرجع. اوكي. ورجعنا مع حضراتكم تاني، وفي الفاصل كنا عاملين نتناقش يعني هل اللامبالاة مكتسبة وحنخلص منها، فإحنا متفقين لازم يبقى عندنا أمل، عيش بالأمل. وحنرد بقى على السؤال يا دكتور بتاع عماد اللي هو بقى ابنه بيحط صباع الإبهام. طيب يا أستاذ عماد، ببساطة شديدة بنتي الكبيرة ربنا يبارك فيها كانت بتحط صباعها في بقها بعد لما أخوها ربنا رزقنا به، ومع الوقت لما ابتدينا نحسسها أن هي ما زالت واخدة نفس الوضع بتاعها
وابتدينا نخليها تشتبك في نشاطات تحس من وراها بنفسها، حاجات فنية، حاجات رياضية إلى آخره، هذه الظاهرة قلت خالص خالص. فبيبقى عادة الموضوع الصباع ده تعبير عن يقولك بالبلدي كده نقص حنان، فما تقلقش قوي وركز بس معها، إلا لو الموضوع زايد عن حده لدرجة تانية من ساعة ما بتصحى لحد ما بتنام. لو كده حضرتك في اسكندريه، في مش في اسكندريه، اساتذتنا هناك وزمايلنا ممكن حد يبص عليها لو لا قدر الله فيها حاجه بسيطه برضو، الموضوع مش كبير، ولكن هتخليها مركزه في حاجه وتديها شويه اهتمام زياده، ووالدتها كذلك ان شاء الله الظاهره دي تقل. انا عايزه اتكلم في الموضوع، موضوع حضراتكم اللي انا فهمت من كلامكم ان اللامبالاه دي حاجه بتبتدي من البيت، يعني البيت بيغرز في الأطفال بطريقة غير مباشرة. أنا ما بقاش قصدك أم إن أنا أخلي ابني لا مبالاة، لكن في حاجات أنا بعملها وأنا مش واخدة بالي ببتدي أغرز فيه إنه يطنش، إنه ما يهتمش بالآخر. خلينا نقول المشاهد بفرج علينا إيه النقط الخطر اللي أنا ممكن أعملها وأنا مش واخدة بالي. هبتدي أول ليديز فرست يعني عشان انت البروفيشنال. هو انا هفكرك، عارفه فاكره فيلم خلي بالك من زوزو؟ احكي لي مره حاجات من حياتك. هقول انا هفكرك بفيلم خلي بالك من زوزو. اوكي. فاكره لما بتقول هو سمعته بيقول انتوا ما بتتكلموش بحماس، انا محتاج حماس، راحت قايله له بعدها لا انت بتسمعني، انا هنزل هنا ما تسمعنيش بحماس. فكره الحماس دي لما كان الدكتور كان بيقول اللامبالاه معديه والحماس معدي. الحماس او الشغف بحاجه او الامل نفسه معدي على الأقل للإنسان نفسه، فلازم أنت تبي عايشة بأنه عايزة تعملي حاجة تبقى أحسن، تراجعي نفسك شوية في تصرفاتك، تقولي أنا كنت مش سائلة في حاجة خالص، خليني كده أجرب أو أحلها. الحوار اللي ده تم دلوقتي أن الأستاذ عماد ده زعلان أن بنته فيها مشكلة، لما سأل لقى حل أو لها تفسير، في أمل أهو، طيب يبقى نعمل كده، نجرب كده، موضوع يتحل، ما بقاش مشكلة عويصة. كل مشاكلنا ممكن تتحل لو انت شفتي انها مش عويصة. يعني لما بقول الإشارة تبتدي تديها للي قدامك عشان تنقل، وبعد كده تعمل له إيماءة لطيفة انه سمح لك، هتغير في السلوك. طلع ازاي ابني فاهم ده، اعمليها قدام، قولي له شوف تعالى نجرب مع الراجل ده، لو احنا ادينا له كده واستأذناه وبتاع بعد كده ابتسم. انا لما باجي اعدي الشارع واعمل للراجل خلاص ان انا هعدي الشارع كده وايدي واضحة وعندي نية مباشرة، بيقف لما بعدي بس بعمل كده، بقول له شكرا، يعني ايماء انه شكرا. طب يا خلاص يا يعني دكتور، بقى في بقى حاجه الخوف مع يعني احنا تقريبا جاوبنا، بس بقى لما الواحد يبقى عنده الخوف او يعني الطفل او الكبير، هل ممكن يبقى اللامبالاه جايه من الخوف؟ احنا بنفتكرها لامبالاه، هو بالنسبه له الموضوع مختلف، توتر وقلق، بس مش ده عكس اللامبالاه. يعني ساعات البرزنتيشن الشكل الخارجي بتاع اللامبالاه بيبقى مبني على اني خايف اقدم على شيء معين، فقاعد كاشش في نفسي، فتقولي انت ايه ما عندكش احساس، ما تقوم كده وتهم وبتاع، اقولك لا 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 انا مش عايز اقوم، تقولي انت لا تبالي، اقولك لا انا خايف بس لو عملت كذا هتعرض لضرر معين او كذا. طب مش جايز الخوف اللي جالي ده، يعني اللامبالاه اللي جات لي من احساسي بالخوف الاول، ان انا خفت من الشيء، او ان من كتر مثلا في المدرسه عارف لو عملت فبقى احساسي خلاص ذاكر، انت بتذاكرش انت هتفشل، خلاص حصل لي رعب، فببتدي انا ابتدي احس باللامبالاه، طب ما خلاص مش هي بتقول كده، انا بقى مش هذاكر، انا مش هعمل، فده بيترتب عليه. لولا التخويف والحرج الكسوف يعني لصعدنا الدرج. يعني التخويف من واحنا صغيرين بيخلي الواحد من كتر يعني الخوف يخليني باصص ما بين رجلي، مش يعني مش قادر اطلع. عكس الخوف الجرأة تخليني دايما هامم لفوق، فبشوف تشويسز. لو يعني ست وراجل زوج وزوجة والزوجة حست بلا مبالاة من جوزها، هل بطريقة غير مباشرة وهي مش قصدها ممكن توصل الإحساس اللي هو نقله لها اللي هو لا مبالاة اللي هو بيعملها بيها لولادها؟ نوع من طب وازاي تتنقل كده دايرة؟ مش احنا قلنا في الأول الموضوع معدي، المشاعر عموما معديه، منها اللامبالاه صح؟ والمبالاه معديه، فتعالي بقى راجل ومراته. هيتنقل بقى اللي هيكسب هيتنقل للعيال. راجل ومراته، حد مبالي وحد غير مبالي. المبالي مبالي بنسبه 6/10، الغير مبالي بنسبه 4/10. اديني امثله اللامبالاه عشان اعرف الفرق ما بين وعدم الاهتمام. بنظافه جسمه. وحد التاني مهمل فيها جدا. فاللي مهتم بالنظافة بيقول للولاد دايما نظفوا نفسكم. اللي مش مهتم بالنظافة بيطنش. فلو اللي بيقول والتاني ما بيعرضوش بيقوله لا مش مهم دلوقتي قدام العيال، بيقول اكتر، فالولاد هيهمه وينتبهوا
لنظافة نفسهم ومن ثم تتحول إلى عادة عند الولاد إن هم يصحوا يغسلوا سنانهم ووشهم ويستحموا ويعملوا شعرهم وكذا. ولا مبالاة في المشاعر، ممكن تنقل لا مبالاة في المشاعر للأطفال؟ طبعا. اديني مثل برضو فهمها لي ازاي. بس دي يعني الموضوع ده ما بيحصلش عندنا في مصر قوي، لان احنا ليه؟ اكتر حاجه بندلدقها مشاعرنا لاطفالنا، واللي دايما انا بنبه حتى عليه حتى لو الام او الاب فاقدينه من مشاعر الزوج. الاطفال يا دكتور مشاعر بين الزوج والزوجه لما بيبقى في لا مبالاه بينهم بتتوجد. وفي واحد لا مبالاه واحد مهتم وكده، بس اصل اللا مبالاه اللي بتتوجد بين الاثنين بتتوجد من ايه؟ يعني تلاقي هم قاعدين في البيت بس خلاص اعمل انت عايزه، اعمل الروتين يعني الملل يعني الزهق، يعني ما بيفكروش بانتباه لانهم يغيروا من ايقاع حياتهم في الوقت الاسبوعي اللي حاطينه البعض اللي هم 5-6 ساعات مش لازم 4 ايام تباعا علشان ينطلقوا في الحياه فيه. يعني الراجل اللي يقولك انا بشتغل 5-6 ايام واليوم اللي باقي يا بنام يا بقعد على القهوه، ده سقط من حساباته فكره انه مسؤول عن احساس قبيله في رقبته. هو ده اللي بنتكلم على راسهم زوجته طبعا. وكذلك المرأة اللي في الكوافير، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم، وفي الساونا والجاكوزي والنيل سبا بلس بلس. ما بتعمل ده لمين يا دكتور؟ مش بتعمل ده للولد؟ والله ده مش كل حياتنا كده، مش لحاجه ثانيه، في بيته واولاده. مين شاهد في الامر؟ لازم انا ابقى بعمل حاجه علشان بيتي، ولازم الزوجه بتعمل حاجه اون بيربز عمدا، ما هي بتعمل وبتطبخ وبتعمل وبتربي وبتشيل. والله انتوا احسن ستات في العالم في التصنيف العالمي المصريات، احسن زوجات في العالم. انا هقول لك بس خلينا صبورات وحمولات كل حاجه. يحصل دخول لا مبالاه في العلاقه الزوجيه، الملل، الروتين، سببه ايه؟ ان هما ما بيغيروش، they do not check حاجات جديده في الحياه تصيبهم تغذيهم بحاجه ما كانتش موجوده، يلاقوا ماتيريال يتكلموا عليها بحماس. طب الست لما تلاقي جوزها مثلا هي زعلانه او في حاجه حصلت قمصم بينهم وبعضيهم ومحتاجه ان هو يطبطب عليها او يحتويها او يتكلم معاها، تدخل له ازاي عشان تقول له يا بني ادم افهمني؟ محدش يا اخوانا المشاعر ما بتتشحتش. لا بتتشحت يا دكتور، بس خلينا ما بتبقاش حقيقيه. المشاعر ما بتتشحتش، يعني فاقد الشيء لا يعطيه. يبقى قبل ما نتجوز ننقي ناس عاطفيين زينا. وقعنا واتجوزنا، وقعنا واتجوزنا، اخترنا غلط. طب خلاص نتطلق؟ لا يعني 80% من الناس ما يختاروا غلط يا دكتور. لا جاي حد دلوقتي حالا اطلع لكم حد حل لحد اختار شريك حياه غلط ايوه ومش عارف يعيش معاه. لا لو حد مش قادر خالص يتطلق، ودخلت اللامبالاه في الحياه نعالجها. طيب. ازاي؟ قلنا بقى مرارا وتكرارا وفرصه حلوه قوي نعالجها ازاي. انا عايز حاجه من حضرتك، اتفضل هعمل لحضرتك او مع حضرتك اللي انا عايزه. ما هو بيسد نفسي. مين؟ الراجل. خلاص انت بقى اتطلقي بقى. انا مش بتكلم يعني اتطلق يا نصبر، ولكن في حال الصبر اللي عايز حاجه من حد ليها علاقه بالعواطف والمشاعر يا جماعه ارجوكم العبوها انسايد اوت منكم لبره. الناس بتفضل الست او الراجل 20 سنة يشتكوا نفس الشكوى، ما بتدينيش مشاعر وهي ما بيدينيش عواطف. يا سيدي لا عواطف ولا لواحظ، انت عايز حاجة اديها الاول شهر 2-3. في حاجة تكنيكال هقولها لكم سريعا كده، عشان اي حاجة تتغير لازم افضل اعملها لحد مستوى معين. احنا لاننا بنحب الانتخة ولا مبالاة، فاحنا دايما اقولك ما انا جربت اهو، انا عملت رجيم اسبوعين وزني ما نزلش، يعني خسيت نص كيلو من كام لكام، من 130 كيلو ل 129، فخلاص بطلت. يا سيدي انت عايز بلان تقعد عليها 3 سنين واحده واحده على مهلك عشان جسمك حتى ما يتعبش. يعني هو يبطل يطلب من مراته ان هي تعمل له اكل، او الست تبقى لا مبالاه لجوزها. لازم اروح اقول له معانا التليفونات، اقول له ما تيجي نروح سينما، تعالى نخرج كده، يعني تيجي منه. بس هي تعمل ايه؟ ايه بقى؟ قلنا قبل كده مره في حلقه ثانيه تهيئ له الظروف العامه. طيب. والجو اللي بيه يقدروا يتحركوا حركه مناسبه لاهتماماته. ما هو مش لازم لو راجل بيكره الافلام وعمره ما شاف فيلم، مش لازم تفرض عليه شوف فيلم. لا ناخد ام محمد وبعدين نكمل. ايوه محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ايوه ممكن اسال الدكتور بس؟ اتفضلي يا ام محمد تحت امرك. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه بس في سؤال، انت اعرف ان بنتي مريضه نفسيه؟ امتى يعني تعرفي ان بنتك مريضه نفسيا؟ امتى اعرف ان بنتي مريضه نفسيا واعرضها للدكتور؟ طب لانها يا دكتور اسمح. ايوه هرد على حضرتك. يا يا دكتور يعني هي اتاخرت في الدراسه،
ايوه اتاخرت في الدراسه وبتصرف كتير ويعني ايه كانت متفوقه. هي عندها كام سنه؟ عندها 26. مره كبيره. طب ممكن تعالي صوتك شويه، انا مش قادره. عندها 26. بتصرف كتير؟ تصرف كتير يا دكتور، وسواس جامد في النظافه. في النظافه. طب ايه بطريقه كلامها عليها طريقه حاجه في حاجه اتغيرت فيها؟ تحس في توهان، في توهان في الكلام. توهان فكره. حاضر يا مصر. سؤال واحد بس، اتاخرت دراسيا يعني. يا ام محمد بتنام كويس ولا نومها قليل؟ لا نومها وحش. نومها وحش؟ هي كده بقى لها كتير ولا اتغيرت في وقت معين؟ ممكن يتقطع النوم، تقوم مسدوعة. ده بقى له قد ايه يا ام محمد ده؟ بقى لها حوالي 4 سنين. 4 سنين؟ 4 سنين. اوكي. طيب حاضر، هنجاوب على حضرتك. معانا تليفون تاني؟ معانا مين؟ مين على التليفون؟ انا ما في تليفون؟ ايوه فاطمة. اهلا وسهلا يا فاطمة، اتفضلي. انا اسفة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي، ازيك؟ تحياتي اولا لأسرة البرنامج. ميرسي يا فاطمة. واسمحوا لي اكلم الدكتورة عمرو. اتفضلي. ايوه لو سمحت، انا حفيدتي عمرها 3 سنين وكانت بتتكلم كويس جدا، وفجأة بيصيبها بعض التهتها في الكلام. بتتهته وبعدين تقعد مثلا شهر 15 يوم كويسة، وبعدين ترجع بص لقاها بتتهته جامد قوي. وانا مش عارفه الحقيقه السبب ايه. هل ان هي اخوها الفرق بينه وبينها تقريبا سنه وشهرين اصغر منها، ويمكن يعني انا بارجع، فعايزه اسال حضرتك ايه السبب التهتها مع ان البنت ذكيه جدا. طب هنجاوب على حضرتك. طب سريعا بقى حضرتك هترد لنا وبعدين ناخد كلمه اخيره من مروه. ام محمد بنتها امتى تعرف ان بنتها؟ طيب انا طبعا ضد، ما فيش حاجه اسمها ان انا هقعد هشخص حاله على الهواء وهقول لهم العلاج ايه، ولكن بنحاول نفيد اللي يعم يعني النقط المهمه اللي تاخدها. سن العشرين سنه السن اللي فيه امراض كتير بتظهر عند البنات فيه. دي نمره واحد. اضطرابات النفسيه بتاعتنا عموما بتضرب النوم، بتلخبط النوم، عشان كده سالتها. الوسواس الزياده في النظافه لعله عندها والله اعلم وسواس قهري، لازم حد من الاخصائيين المختصين يشوفها عشان يقدر يشخصها. كانت بتسال سؤال ظريف قوي ام محمد، بتقول امتى اعرف ان بنتي مريضه؟ وبتقول بتصرف كتير. نرد ده بيبقى مع مرض تاني، مع الهوس. المهم عايزين نقول لما نثق، لما شخص فرد في الاسره بالنسبه للطبيعي بتاع العيله اسلوبه وطريقته في الحياه تتغير، هو يتغير، النمط اللي كان ماشي عليه بقاله 15 20 سنه يتغير. نبتدي نقول في حاجه حصلت. لو في حاجه زعلته جامده قوي يجيله اكتئاب، لو لا قدر الله هو عرضه لانه يجيله احد الامراض النفسيه زي الوسواس القهري او الهوس خلافه بتظهر. فتغير في نمط وسلوك يبقى ده محتاج علاج نفسي، يروح حد يشوفه لعله مش محتاج ومحتاج توجيهات بسيطه. ممكن كمان يا دكتور حاجه، ممكن ان يعني عشان بس انا مش عايزه اقلقها، بس ممكن ان هي تعرضها على دكتور وتعمل تحليل بما انها بتصرف فلوس. مش تحليل الاول، حد لا دكتور يعني احنا في اذا نقدر نقول لمحمد ان هي تعرض بنتها على دكتور نفساني. المواصفات بتقول ان شاء الله مدام فاطمه حفيدتها 3 سنين كانت نفس كويس. بقى قصه دي الاعراض العصبيه زي الاستاذ عماد اللي كان انا عشان عندها بيبي أخ الله يفتح عليك، صغير محتاجة شوية انتباه زيادة فقط ليس إلا، ونحاول نشوف إيه الحاجات بالظبط اللي بتخليها ترجع تعمل العادة دي. يعني هتلاقيها نفس الحاجة، يعني لو منتبهين للأخ شوية زيادة بتلاقيها بترجع. لو حد بيهشكه من القرايب بيجي وبيركز معاه وما بيركزوش معاها فتقوم واقعة شوية أطولها كام يوم. نرد بقى مروة في الآخر كده، هو تقولي لنا أنت بتقولي دايما إن إحنا عندنا أمل، ادينا امل طبعاً. في ان احنا نقدر احنا كمجتمع عيش نغير اللامبالاه الموجوده عندنا. ما هو تبالي يعني تهتمي. فانا يعني شايفه انه لو يعني موضوع ان انت بتاخدي مخدرات ولا مغيبه عقليا او في حاله نفسيه فظيعه من حدث فردي معين، لو ده كله مش موجود، مش دي يعني مش دي العوامل، يبقى لازم الواحد يقعد مع نفسه ويقول انا عايز ابالي يعني ازاي هدفي في الحياة أوصل للنقطة الثانية في شغلي أو في أسرتي أو في ولادي أو في جوزي أو في صحابي أو أشتغل على نفسي. أنا شايفة أنها علامة صحية للمجتمع الصحي، هو اللي كل واحد فيه بيشتغل على نفسه وبعد كده نتقابل نقول الله طب ده أنت شغالة وأنت شغال وأنت شغال. مش مسألة كلنا نقف وقفة واحدة، حتى كل واحد يقف فينا وقفة وفجأة نلاقي نفسنا كلنا
واقفين واقفه كويسه جنب بعض. انت الحوار معاكم ممتع بس وقتنا مهم قوي يا مفيدة. بشكركم. انت بقى دكتور انت هتبقى موجود معانا طبعا في مواضيع تانية، احنا عايزين نفتح مواضيع زي الستات الرجاله، المواضيع ده مهم كده. بشكرك مره تانية، بشكركم. وبعد الفاصل ان شاء الله هنلتقي مع الدكتور احمد عبد المنعم استاذ هندسه المواد بالجامعه المصريه اليابانيه، وحسن ناجح مساعد باحث بالجامعه المصريه اليابانيه، هيكلمونا عن اختراع جديد لتوليد الطاقه من عوادم ومياه البحر. بعد الفاصل ورجعنا مع حضراتكم وبنتكلم عن البحث العلمي. كتير جدا من الناس بيتكلموا عن البحث العلمي وأهميته لينا ومدى أهمية البحث العلمي لدول وتقدمها والإنشاءات والمشاريع اللي احنا بنتمنى يا رب ان احنا نعملها عشان نتقدم بمصر ان شاء الله. والنهاردة هنستضيف معنا الدكتور أحمد عبد المنعم أستاذ هندسة المواد بالجامعة المصرية اليابانية، والأستاذ حسن ناجح مساعد باحث بالجامعة المصرية اليابانية. أهلا بحضراتكم. هنتكلم النهاردة عن اختراع مصري لتوليد الطاقة من العوادم ومياه البحر. دكتور يعني دكتور احمد الاستاذ والطالب، وده بيساعدنا الامتداد ده يبقى موجود دايما معانا. دكتور احنا من اكتر المشاكل اللي بتواجهنا في مصر الطاقه وتوليد الطاقه. تمام. لما يبقى في لما في مشاريع بتقول والله احنا ممكن نجيب طاقه او نولد طاقه بس باساليب تانية، زي ان احنا نستعمل العوادم، نستعمل ميه البحر، احنا مفيش اكتر من ميه البحر عندنا. فده يخلينا نسال طب ازاي انتوا توصلتوا لهذا الاختراع ازاي، ونطبقه ازاي علشان المواطن المصري البسيط يقدر يبقى فاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكلة الطاقة يعني متداولة حاليا على مستوى العالم، وكلنا عارفين ان في حالة ندوب للوقود الحفري. طب فطبيعي ان احنا او العالم كله يدور على بدائل جديدة وبدائل متنوعة، ونستغل المصادر الطبيعية من مياه وشمس ورياح لإنتاج وتخزين وتحويل الطاقة. في مصادر انا اقدر استخدمها باستمرار في اوقات محددة، وفي وقت محدد ما اقدرش استخدمها في اوقات تانية، زي الشمس زي الرياح انسون. انا مطلوب مني وقود اقدر اشغل بيه حياه، ابني عليه اقتصاد. فالوقود احنا الوقود في حاله ندوب، فلازم يكون في بديل بيخلق. فعندنا كذا اتجاه في الجامعه، جزء بنتعامل مع البايوماس او الجزء الخاص بالمخلفات الزراعيه والمخلفات الصلبه، وجزء تاني بنحاول نجد حل غير تقليدي اللي احنا ننتج وقود يقال عليه الوقود المستقبل، هو غاز الهيدروجين. وده من مياه البحر. استخدامنا لمياه البحر ناتج من احتياجنا الشديد للمياه الحلوه والمياه اللي احنا بنزرع بيها، اللي ما نقدرش نستخدمها عشان نحل مشكله الطاقه. اللي جوه مياه البحر معقد جدا وصعب جدا، لان في املاح وفي مكلف. مكلف لانك عندي املاح كتير وعندك شوائب كتير، ازاي تتعاملي معاها؟ طب وازاي كيفيه توليد الطاقه من مياه البحر ده يعني ازاي؟ ببساطه شديده، الميه احنا اتعلمنا زمان في المدرسه اللي احنا بنحلل الميه كهربائيا بينتج عن تحليلها الهيدروجين والاكسجين والاكسجين. ميه البحر تحليلها بينتج عنها الهيدروجين وغاز الكلور. غاز الكلور سام وقاتل وضرب البيئه. انا عاوز اعمل حياه وعاوز اعمل اقتصاد، الاقتصاد ده مبني على انتاج كميات كبيره من الهيدروجين، فبالتالي هينتج مقابل كميات كبيره من الهيدروجين كميات كبيره جدا من غاز الكلور على مستوى العالم. على مستوى العالم لا يوجد طريقه لتفادي تصاعد غاز الكلور، وده كان التحدي والانوفيشنز او الابتكار والاختراع في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. احنا قدرنا ان احنا يبقى عندنا مواد جديده وماتيريالز جديده تقدر تمنع لي تصاعد غاز الكلور وتطلع لي الاكسجين والهيدروجين نتيجه التحليل الكهربي لمياه البحر. ده على مستوى العالم ما كانش موجود حاجه زي كده. طبعا الشغل دوت هو انا جامعه مصريه اليابانيه، انا استاذ في الجامعه المصريه اليابانيه، وعندي شريك بيشاركني على مستوى عالي، اكبر 12 جامعه على مستوى من ارقى 12 جامعه على مستوى العالم، هي جامعه من الجامعات اليابانيه بتشاركني في الجامعه. ده بحث مشترك. طب ده يخليني اسال، معلش دكتور، اسال حسن. الكلام اللي الدكتور بيقوله ده حاجه انت شاركت فيها وساهمت فيها، وفي دول كتيره في العالم بتستعمل الكلام ده صح، او الموضوع ده مطبق في دول اخرى صح؟ لا، ده وقود المستقبل، ده للدول كلها في ديت معين
ايوه هو ده الوقود اللي كل الناس بتستخدمه. طب في دول شغاله بنسبه اكبر في المشروع ده وفي دول مش شغاله. احنا مجرد ان دكتور احمد هو بيحط فكره في منظومه كامله. ايه الفكره اللي انتوا اضفتوها؟ الفكره انتاج الهيدروجين. الهيدروجين هو انتاج الهيدروجين. هو الهيدروجين تقريبا بيكون ليه اضعاف الطاقه النسبه الناتجه من الوقود المحروق العادي اللي هو زي البترول ومشتقاته وهكذا يعني. طب وهل انتاج الهيدروجين ده دي فكره حضرتك؟ لا انتاج الهيدروجين ده اتجاه عالمي، اتجاه دولي، اللي انا انتج هيدروجين عشان يبقى عندي وقود بديل للوقود الحفري. اما ايه التكه الجديده؟ التكه اللي انت بتتعاملها مع ميه البحر. دي الفكره بتاعتكم. ميه البحر، ميه البحر ما حدش بيقرب لها، ما حدش يقدر يتعامل معاها. طب احنا في صوره على الشاشه دي، ايه بقى حضرتك ممكن تفهمنا؟ ده انا بص انا اكلم حسن. حسن هو دوت ده شغل حسن، وده مفاعل لانتاج. ازاي حضرتك متبني الاستاذ حسن التلميذ على علاقه بين الدكتور؟ طبعا حسن، اتفضل يا حسن. دي جزئيه، دي طريقه ثانيه لانتاج بقى الطاقه او حل ازمه الطاقه في هي من حل البحر. لا دي حلت ازمه الطاقه باتجاه تاني، تمام؟ إيه؟ اللي هو انتاج الطاقه من الغاز الطبيعي، تمام، او انتاج المنتجات البتروليه من الغاز الطبيعي او من المحروقات الحيويه زي البايوماس بكل انواعها، او مثلا زي قش الرز والحاجات اللي تتحرق وبتلوث بخار الماء. هو الحاجات اللي بتلوث البيئه هو بياخدها بيحولها لبترول. دي بدات في المانيا في سنه 1925 بالظبط. يا دي بقى من زمان بقى. تمام، بس هي بتتطور بشكل، يعني هي حلت مشكله ازمه الطاقه في المانيا، تمام. بدات تطبيقها في 1926، بدات تبقى صناعه وبتبدا. ايه اللي انت مجدده في الجهاز ده؟ ايه المختلف في الجهاز ده؟ الحوافز المستخدمه في الجهاز، ان هي بتبقى ارخص من الحوافز الموجوده في السوق. ثانيا هي بتعتمد على مركبات كربونيه، دعامات كربونيه من ماده الجرافيت. دي ماده حصل عليها كونستانتين نوفوسولب واندرو جيم في 2010، حصل على جائزه نوبل في الماده دي، فاصبحت عملت طفره كبيره جدا في كل. قصدك تقول ان انت ممكن تولد طاقه باجهزه رخيصه مش مكلفه وفي نفس الوقت تعمل حاجه استغلال الويست اللي احنا بنعاني منه. طيب احنا يعني بنخترع، واحنا خدنا براءات اختراع، يعني عارفه ان في 5 براءات اختراع بالضبط. احنا ليه ما بنفعلش الموضوع ده وبنخليه بشكل ايجابي وواضح؟ بالظبط. يعني سؤال مهم وجميل جدا وبنطرحه على مدار السنوات الماضيه. ده هيحل لنا مواضيع كتيره قوي يا دكتور. احنا مستهلكين للتكنولوجيا وليس مصنعين ليها للاسف شديد. انا عامل منظومه في ترس كبير. الترس دوت لو دخل في اي صناعه او منظومه تكنولوجيه في اليابان في المانيا هيبقى مؤثر جدا، ولكن انا لا امتلك هذه التكنولوجيا. حضرتك عرضت دوت ولا طيب. حد كمان مهتم بيك؟ لا بصي حضرتك، لا مهتمين بس يعني منظومه البحث العلمي، مش عايز اخش في منظومه البحث العلمي. يا دكتور انا الاهتمام مش ان انا اتصل بحضرتك اقول لك وريني يا دكتور طبعًا. انت عملت ايه؟ لكن انا من وجهه نظري الاهتمام ان انا اصرف على الفكرة الجيدة وأعمل منها منتج أحط وابتدي أشتغل بيه، هو ده الاهتمام في وجهة نظري. تماما، أنا أتمنى المرحلة الجاية يكون فيه اهتمام بحث منها، هو ده خطيرة التنمية وخطيرة لتنمية الاقتصاد والتنمية البشرية. مش هنتمنى بس يا دكتور، احنا عايزين شكل واضح، يعني ما ساعتوش ان انتوا تكلموا المسؤولين تحطوا الحكاية في وضع ايجابي يبقى فيه تفعيل. احنا عاملين نقول احنا محتاجين طاقة وما عندناش في ضعف في الكهرباء، عايزين طاقات بديلة. محدش معاه فلوس يا نهل. مش لا صح. انا اقصد ان انتوا تشركوا الحكومه بشكل واضح، تحرجوا الحكومه بمعنى اصح. الحكومه لازم تتبنى تكنولوجيات جديده وليست جزئيات في تكنولوجيات. بس يعني دي هتجيب لنا عائد كويس يعني في الطاقه. طبيعي، احنا انت بتتكلمي على حياه بعد كده. طب الطاقه يعني حياه. انا بقى لو عندي سؤال تاني. اتفضلي. مين من الجهات الاجنبيه نعم اهتم باللي حضرتك بتقوله؟ واعتقد الكثير. لا اعتقد اليابانيين اهتموا طبعا، لان انا الشريك معايا كان عندهم استعداد طبعا. لا وكان عندهم استعداد وطبقوه في بعض الشركات اليابانيه طبعا، شركه دايكا انجينيرنج، مش عاوز اقول اسامي طبعا، انما شركه كبيره من مجال الالكترولايزر استخدمت الماتيريالز بتاعتنا ومتبنيه الموضوع اللي احنا بنشتغل فيه. ونتيجه الانتاج ايه؟ انتاج شركه محترمه، شركه ليها سمعه عالميه ودوليه، عندها تكنولوجي تقدر تطبق اللي انا بعمله. وطبقت اللي انت بتعمله؟ طبعا طبعا. طب ما احنا ده يعني ده اللي كنت بتكلم عليه مفيده. يعني احنا هنفضل كده نعمل ابحاث الابد ونشيلها في قلب الفايل بتاعها ونقول بالتمني ان شاء الله. خلي بالك هي وفي نفس الوقت يجي شركات اخرى تاخد الافكار المصريه للعقول المصريه وتطبقها وتنجح بيها وتعلى
واحنا زي ما احنا ابحاثنا في الدرج. هو برضه خلينا بس نتكلم الامور ببساطه. في شراكه، والشراكه في العلم دلوقتي مطلوبه على مستوى العالم. يعني المشروع اللي بيتكلم عليه حسن دلوقتي بنتكلم فيه، احنا معانا شراكه مع زملاء امريكان، يعني جزء اللي انا بتكلم عليه مع يابانيين، في جزء تاني مع المان. العلم دلوقتي بقى متداخل، الناس بتتداخل مع بعضها بتكمل بعضها. بس فين احنا؟ احنا لازم يكون عندنا اداره للبحث العلمي فاهمه هي بتعمل ايه. طب انا عايز اسال حياتك يا استاذ حسن، انت بما ان انت اخترعته او خدته براءات وفي اشتراكات بينكم وبين اليابان، انا عايز اعرف ليه ما سوقتوش من اساس البيزنس او الشغل مع البحث العلمي ان يبقى فيه تسويق داخل وفي الخارج؟ انتوا ليه ما سوقتوش المنتج بتاعكم في الداخل؟ هي المرحله اللي جايه هي المفروض مرحله التسويق، بس لازم يبقى في منظومه موافقة حكومية من البلد، وان البلد تتبنى الفكره مش من دلوقتي. يعني هي مش هتتعمل، مش مفيش فكره بتتعمل بين يوم وليله. يعني طب انتوا اللي طالبينه عشان خاطر ده يتنفذ، ان هو يبقى في فند تمام لمصنع انتاج مفاعل فيشر وتجربش في مصر. دي حلت ازمه المانيا في الطاقه، حلت ازمه جنوب افريقيا اثناء الحرب العالميه الثانيه، ودلوقتي حاليا 2006 بدات قطر كمان، يعني قطر رغم ان عندها بترول بدات تنتج كمان بترول من 2006 تنتج 122 الف برميل في اليوم. انا هضطر ان انا امسك موضوع الحلقه واقول يا جماعه يكفينا لا مبالاه حتى مع الباحثين. يعني احنا محتاجين نطلع ببلدنا، فلو كل واحد فينا طنش وعاش في دور اللا مبالاه، ان دول الضيوف الموجودين معانا دول اهم بيتكلموا وخلاص، وهم بيقولوا مشروع وخلاص ويلا، عمرنا ما هنكبر. فانا بس احنا يعني بنتمنى ان حضراتكم تساهموا في تسويق المنتج بتاعكم بشكل ايجابي، عشان طول ما احنا هنقول ايه ان شاء الله، طب هنستنى، طب في الطريق الينا مش يعني بنتمنى ده ان احنا برضو نساعد، نبدا بنفسنا. ممكن بس اضيف حاجه، ان احنا ما عندناش لا مبالاه، يعني حتى لو الناس عندها لا مبالاه فاحنا لا مش لا لا سوري مش لا مبالاه لا 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 انا بقول للمسؤول خلي بالك. انا هنا دكتور او يا استاذ، انت عملت حاجه طيب. وانت بتحاول ان انت تعلى بالمستوى ده، حتى لو بتعمل مشروع عنده لا احنا ما طب فين اللا مبالاه؟ اللا مبالاه بقى اللي انا بكلمها، البحث العلمي مطنش، ما فيش حد في الحكومه عنده اي خلفيه على ان ممكن الناس دي يعملوا لنا حاجه. اسمحي لي اقول حاجه، اتفضل. ان هي حسن خريج سنه كام؟ حسن خريج 2011. حسن 2011 يعني عندنا يعني امثال حسن كتير موجودين عندي في المعمل وفي القسم يا رب، وعندنا ثروات لازم نهتم بيها، وهم دولت فعلا اللي هيقوموا البلد. اتمنى اللي احنا يبقى منظورنا للبحث العلمي شويه منظور اكبر من كده. بشكر حضراتكم، اتمنى واحنا بنتمنى معاكم ومعانا المطبخ. بشكركم بشكركم شكرا. وبعد الفاصل ان شاء الله هنلتقي مع ريهام شاكر، وريهام هتعمل لنا مجموعه او اكلتين احلى من بعض، بس بعد الفاصل.